حياكم الله جميعا في هذا الفيديو. هذا غادي نهضروا على لا غودوفونس اللي بزاف الناس اللي صيفطوا لي في الايميل في الجروب. هذا هو الموضوع اللي كيهضروا عليه بزاف، كلشي كيسول فاش غادي نخلصوا، كيفاش غادي نخلصوا، لمن غادي نخلصوا لا غودوفونس. في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم بطريقه بسيطه لا غودوفونس، وعلاش كاين هذا لا غودوفونس، وشنو هما لي فخي الاخرين اللي غادي نضافوا بالنسبه اللي نضافوا مع لا غودوفونس اللي خصكم اوبليغاتوارمون تخلصوها قبل ما تدفعوا الدوسي نتاع الفيزا ديالكم. الوغ لو غودوفونس هنايا ملي كنهضروا على لي زيتود هو فيه بزاف نتاع لي كونديسيون نتاع لو غودوفونس. كاين ديال 60 اورو، كاين ديال 80، كاين ديال 350. كاين الناس اللي اكزونوغ ما يخلصوش لا غودوفونس، ولكن حنا غادي نهضروا على الناس اللي باغيين يديروا لي زيتود في لا بلجيك. الناس اللي باغيين يقراو في لا بلجيك سوا في لي زيكول بوبليك ولا في لي زيكول بريفي ولي زونيفرسيتي كذلك بريفي ولا بوبليك. الاغلبيه كما كنعرفوا بان الاغلبيه كيسجل في لونيفرسيتي بوبليك. لا غودوفونس هي الوغ 200 اورو ولا 350 اورو. 200 اورو بالنسبه لي زيتيديون اللي غادي يقراو في لي زيكول في لي هوت ايكول ولا في لي زونيفرسيتي دو بوفوار بوبليك. شكون هما هاد لي زونيفرسيتي؟ مثلا بحال يو ال بي ولا لياج ولا لي هوت ايكول. هما كذلك لي زيكول اللي هضرنا عليهم كذلك في الجروب، واللي كاينه واحد لا ليست نتاع لي زيكول بوبليك في المدونه www.etudiantsbelgique.com. غتلقاو تما واحد لا ليست فيها لي زيكول دو بوفوار بوبليك. يعني 200 اورو هي اللي خصكم تخلصوها في لو كونت بونكير تاع لوفيس تاع لي زيترونجي اللي كاين في بروكسل. بالنسبه للناس اللي غادي يخلصوا 350 اورو هما الناس اللي سجلوا في لي زيكول بريفي، مثلا لو اس سي جي اللي كاينه في بروكسل، ولا الناس اللي باغيين يديروا الماريتيم في اونفيرس، ولا كذلك في لونيفرسيتي بريفي اللي كنعرفوها كاينه في بروكسل الاسم ديالها راه مشالي. يعني الناس اللي غادي تقرا في البريفي تخلص 350 اورو. غادي يديروا ان ترونسفير بونكير من الكونت، يعني مثلا اللي في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر ولا، يديروا ان ترونسفير بونكير. ولكن اتونسيون خصكم ما تنساوش ما ديروش غير 200 اورو، خصكم تسولوا حتى لا بونك لي فري دو ترونسفير خصهم حتى هما يكونوا انكلي في لو مونطون. علاش؟ لان لوفيس دي زيترونجي الا وصل له لو مونطون قليل عندكم 30 جور باش ديروا لو ريغلمون تاع المونطون ديالكم. اون فوا ما يكونش عندكم هذاك ما ريغلتوش هذاك يعني لو مونك نتاع لي فري ولا لو مونك نتاع لو بايمون، بحال غلطتو صيفطتو مثلا غير 100 اورو ولا لا، خصكم تصيفطوا لو مونطون كومبلي وتحسبوا لي فري نتاع لا بانك. بالنسبه مثلا اون كا او الى بنادم دار ان ترونسفير يعني غلط مثلا ولا خلص واحد لو مونطون يعني اكثر من 200 اورو، يعني 250 ولا مثلا بلاص ما يخلص 200 اورو، يعني يقدر يدير ان دوموند دو رومبورسمون. كاين واحد الفورميلير في السيت نتاع لوفيس دي زيترونجي، يدير واحد يامبريمي هذاك الفورميلير ويجمعو، يعني يصيفطوا لهم كنقصد يعمر بلي زانفورماسيون ديالو ويطلب ان رومبورسمون في واحد لو ديلي كذلك محدود. الناس اللي غادي يدفعوا الفيزا اللي راهم باغيين يدفعوا الفيزا في الموان دو جوان يخلصوا دابا لا غودوفونس ديالهم. من الاحسن يعني احسن طريقه باش انكم تخلصوا هاد لا غودوفونس، وهي ان الا عندكم شي واحد في لا بلجيك هو يدير لكم هاد لو بايمون تاع لو غودوفونس، يعني كوا سوسو ماشي ضروري يكون الكونت بانكير بلو نون ديالكم. غير في لا كومينيكاسيون كاين واحد لو كومينيكاسيون ستاندارد ستركتويل، هذيك هي اللي خصكم تانديكيوها. غادي نكتبها لكم هنايا لا كومينيكاسيون، خص يكون فيها لو نون لو برينون لا دات دو نيسونس، و جو بونس حتى البلد منين غادي تصيفطو. مي لو نون ديالكم لو برينون ولا دات دو نيسونس اوبليغاتوارمون غادي ديروها على حساب هاد لا فورمولير اللي باينه هنايا. المعلومات البنكيه فاش غادي ديروا الترونسفير ما تاخذوها من حتى شي واحد، خذوها من لي سيت اوفيسيال كما كنكرر وكنعاود، لان لا فرود كاينه. يقدر بنادم يعطي لكم بار ميساج بريفي ولا يصيفط لكم بار ايميل يقول لكم فوالا خلصوا هنايا. يعني من الاحسن انكم دايك من
تاخذوا لو نيميرو دو كونت بونكير من لو سيت اوفيسيال تاع لي اوفيس دي زيترونجي. يعني اون سامبل ريشيرش لا ريدوفونس اوفيس دي زيترونجي بلجيك في جوجل غتعطي لكم لو سيت اوفيسيال. اذا هذا هو يعني بصفه عامه لا ريدوفونس، وهو مبلغ مالي اللي غادي يتم الطالب غادي يقوم بدخل يعني الدفع ديالو للمكتب الاجانب اللي كاين في بروكسل، وبهذاك المبلغ يعني هو الذي كوفري لي فري الدوسي ديالكم، زائد اضافه تشوفوا بان كاينين دي فري اخرين اللي غادي تخلصوهم ال تي ال سي كونسولت اللي كاينه في كازا بلانكا، ولا يمكن كذلك في تونس غادي يكون عندهم نفس لو سيستيم جو بونس. هذاك المبالغ يعني خصكم تاخذوا الاحتياط وتتصلوا بلا بنك، وعفوا تتصلوا بالسفاره ولا بالقنصليه ولا بالمكتب اللي كيمثل السفارة في البلد اللي راك مقيم فيه، وتشوف المعلومات اللي راك محتاجها، المعلومات الضرورية اللي محتاجها باش دير ان دوسي. هذاك لو بايمون نتاع هذاك لا بروف دو بايمون كديروها في الدوسي نتاع الفيزا ديالكم وكتدفعوا ان شاء الله، وربي يسهل الامور. اذا كان هذا هو بعجالة موضوع لا غودوفونس، ان شاء الله نتلاقاو في موضوع اخر. ما تنساوش ديروا اشتراك في لاشين باش تشجعونا، حنا وصلنا ل 1000 مشارك، كنشكركم على الثقة ديالكم. ما تنساوش تزوروا كذلك الموقع، راه فيه مجموعة من المعلومات. ما تنساوش كذلك الاتصال بي عبر الايميل ولا عبر الفيسبوك، فأنا دائما في الخدمة. هذه تحياتي، مع السلامة.